السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشارك معكم وصفة بزاف بنينة ومختلفة نوعا ما، يعني تقريبا راح ناخدو نفس الفكرة اللي درناها في الشوفلوغ ودرنا بها الوصفة اللي فات، يعني الشوفلوغ طيبناه وزدنا له صدر الدجاج المرحي، درنا لي بول قليناهم بعد رجعناهم في المرقة. هاد الوصفة كذلك خدينا اللوبيا الخضراء مع صدر الدجاج قشيناهم قليناهم ورميناهم كذلك في المرق، لكن يعني المرقة اللي درناها اليوم بدون لحوم اقتصادية، شوية بصل ثوم وطوماطيش، وجات يعني بنينة كي العسل. الوصفة الثانية هي نوع من المخلل باللوبيا الخضراء والفلفل الأحمر، كذلك يعني قمة في البنة، روعة روعة. وكالعادة راح نبدأ الفيديو تاعنا بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، نقولوا بسم الله وعلى بركة الله وندخلوا مباشرة في الوصفة الأولى. أنا خديت التنجرة تاعي ودرت فيها حوالي 4 مغارف كبار تاع الزيت، يعني ضروري نديرو كمية مليحة من الزيت لأننا راح نديروها بدون لحوم. عندي حبة تاع بصل متوسطة الحجم وحوالي 4 إلى 5 فصوص من الثوم. درت تقريبا يعني أغلبية الكمية تاع البصل والثوم ونحيت لهم يعني كامل هذاك الماء، يعني هذا الماء ضروري ديروه في التنجرة وما ديروش داخل الحشوة هكذا باش ما يجريلكمش الحشوة ديالكم. درت الغطاء وخليته حوالي دقيقة ولا زوج حتى البصل ديالكم يعني يولي باللون الشفاف. الان راح نضيفوا بقيه المكونات، درت يعني هذا العرق اختياري في الوصفه. راح نديروا كذلك يعني حبه صغيره تاع طوماطيش كنت سكرفشتها، يعني ضروري نديروا طوماطيش تاع الحب هكذا باش تجينا يعني هاد المرقه بنينه، لاننا راح نديروها بدون لحوم. تقدروا ديروا المرقه تاع الوصفه اللي فاتت وديروا يعني الدجاج وديروا كذلك الحميصه وتكملوا يعني بقيه المراحل كامل كيف كيف. اذا ما شفتوش الوصفه اللي فاتت راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. انا كيما شفتوا يعني درت مغرف كبيره تاع طوماطيش ماشي معمره مليح، حمستها شويه وكذلك راح ندير الغطاء ونخليه حوالي دقيقه ولا زوج، يعني ضروري عمليه التقليه هكذا باش تجيكم المرقه ديالكم بنينه. رفدت الغطاء، ضفت شويه نتاع معدنوس، درت راس الحانوت، درت شويه فلفل كحل وشويه بابريكا وملحت يعني على حسب الكميه تاع المرق اللي راح نديرها. الان راح نزيد نحمس كامل هذوك التوابل، وبمجرد يعني ما تطلع لي هذيك الرائحه تاع التوابل راح نمرق بحوالي 1 لتر من الماء، يعني تقريبا هذه الكميه تاع المرق راح تكون كافيه. فقط يعني لما تغلى لكم الطنجره نقصوا لها وخلوها طيب بيد ما وجدتوا يعني هذوك لي بول ديالكم. الان هاي اللوبيا مشطو تاعي، يعني شوفوا كيفاش طيبتها، يعني هنا راهي طايبه مليح لكن ماشي لهذيك الدرجه يعني اللي تحكموها بالاصابع تاعكم يتعبص كامل، يعني مازال شويه شاده روحها. عندي هنا نص صدر تاع الدجاج قطعته مكعبات، عندي المعدنوس، عندي هذيك الكميه تاع البصل وتاع الثوم اللي خليتهم من المرق، عندي حبه تاع بيض باش نطمو هاد المكونات، وعندي كذلك لا شابلوغ يعني حوالي 3-4 مغارف راح نديرو ونطمو ونشوفو قد ما تدينا. هنا خديت الاشواغ راح ندير هنا نص الكميه فقط مع نص الكميه تاع صدر تاع الدجاج، ومن بعد نزيد يعني نعاود نفس العمليه. هاي ليك هنا شوفوا، يعني حاولوا ما تقاشيوش هذاك المشط تاعكم يعني 100%، خلوه يعني تقريبا فيه شويه من القطع هكذا باش هذاك المشط يعني ما تلقلكمش بزاف الماء والعقده تاعكم يعني راح تجي بزاف جاريه. هاي ليك دوك نوريكم، يعني حاولوا تتحصلوا على هذا القوام. هاي ليك يعني هنا تقريبا مازال لنا واحد القطع يعني ما تقشاوش بالكامل. راح ناخذ ريسيبيون ونفرغ ونزيد يعني ندير نفس العمليه مع بقيه اللوبيا الخضراء وهذاك الصدر تاع الدجاج اللي بقى، يعني درت نص صدر دجاج فقط، وتقدروا ديروا يعني صدر كامل لكم الاختيار. وكذلك بالنسبه للكميه تاع المشطو يعني درت حوالي 1 كيلوغرام. هاي ليك فرغت هذاك البصل الثوم المعدنوس، راح نفقص هذه الحبه تاع البيض، راح ندير حوالي 3 مغارف كبار ولا، وهذه المغرف الكبيره راح نخليها جانبا. تبلت بالملح ونفس التوابل اللي درتهم في الطنجره اللي درتهم في هذا الليبو. بالنسبه للبابريكا يعني كاين اللي يقولوا لي شنو البابريكا، يعني هي فلفل هكري ولا يعني فلفل احمر حلو، نجفوه من بعد نرحيوه حتى نتحصلوا على هذيك الغبره الحمراء، يعني انا نعتبره مهم في هاد العقده لانه يعني راح يمد لها لون شباب وراح يكسر لكم هذاك اللون الاخضر. والا اذا خليتوها خضراء وقليتوها دوك لي بول يولي يشبهوا لهذيك الوصفه تاع الطعاميه اللي يديروها يعني اخواننا المصريين. نوجه لهم تحيه من هذا المنبر، يعني عندي مشتركين بزاف من مصر، نقول لهم يعني يعطيكم صحه ويكثر خيركم، وان شاء الله يعني الوصفات الجزائريه يكونوا يعجبوكم ونكونوا وصلنا يعني الماكله تاع بلادنا باجمل واحسن حله. هاي ليك العقده اللي تحصلت عليها، يعني شوفوا حاولوا ديروا لا شابلوغ وتعدلوا به وتنشفوا به يعني كامل هذوك السوائل اللي راح يخرجوا لكم من المشطو. لكن ما تبالغوش هكذا باش هاد لي بول تاعنا يعني ما يجيش فيهم الطعم تاع الخبز. هنا خديت صينيه ودرت فيها الفرينه
عندي قليل من الماء هكذا باش يساعدني في الخدمة. تحبوا ديروا زيت كذلك لكم الاختيار. راح ندير كريات ونحاول نضغط عليهم شوية ولا نبلاطيهم شوية، وتحبوا يعني ديروا الشكل اللي حبيتوه. تحبوا ديرهم كريات، تحبوا ديرهم يعني بشكل بيضاوي كما درنا يعني دولما شوفلوغ اللي فاتت، تحبوا يعني ديروهم يعني على شكل أصابع، يعني في كل مرة حاولوا تغيروا. وبالنسبة للفكرة تاع هاد الوصفة يعني ماهيش اختراع ولا، يعني أي خضار ما يحبوهمش ولادكم، وصدر الدجاج كذلك لما نطيبوه يعني يجي ناشف، وأغلبية الدراري يعني ما يحبوش ياكلوه. حكمي صدر الدجاج خلطيه مع أي خضرة ما يكونوش ياكلوها ولادك، وديري هادو ليبول غبريهم في الفارينة، أقليهم ورميهم في المرقة. المرقة تحبي ديرها بالحميصة والدجاج وديري فيها هادوك ليبول، تحبي ديرها اقتصادية كيما درناها اليوم كذلك راح تجيب بزاف بنين. وراني تقريبا درت لكم بزاف وصفات كيما هادو، يعني درنا الزيتون بدون عظم وغليناه وقشيناه كذلك وضفناه مع صدر الدجاج، درنا هاد الموشتو كذلك بنفس الطريقة، درنا الشوفلوغ كذلك بنفس الطريقة، تقدروا تاخذوا كذلك البيضنجان وديروه بنفس الطريقة، يعني كامل راح يجوا بزاف بنان. راح نخلي لكم الوصفات اللي قلتهم لكم الآن في صندوق الوصف وكذلك في شاشة النهاية. اللي ما تعرف شاشة النهاية يعني لما تكمل الفيديو كامل يخرجوا لك أربع صور في نهاية الفيديو، اضغطي على أي صورة فيهم ومباشرة راح تدخلك على الفيديو. هنا كيما شفتوا يعني جوزت هذوك ليبول كامل في الفارينه وراني نقلي فيهم في الزيت. ضروري يعني تمدوا لهم تحميره شابه، كل ما حمرتوهم مليح راح يزيدوا لكم في الطعم تاع المرق، وكذلك يعني الشكل تاع الطبق لما تقدموه في النهايه يعني راح يجي بزاف مغري. هاي ليك المرقه ديالنا، يعني حاولوا تنقصوا لها النار بيد ما خدمتوا هذوك ليبول وقليتوهم. لو كان تزيدوا يعني هذيك الواحد اللي راح نمرقوا بها يعني اغلبيتها راح تنشف، ولهذا يعني خلوا كميه مليحه من المرق كما قلت لكم في الفيديو اللي فات. يعني اي حاجه ديروا فيها الخبز اليابس المرحي وتزيدوا يعني ترمدوها في الفارينه، لما ديروها في المرقه راح تشرب لكم تمتم الكميه تاع المرقه، وبالتالي لازم تكون عندكم كميه مليحه من المرقه هكذا باش يطيبوا هاد ليبول وتبقى لنا شويه مرقه قيس من غمسه. الان واش ندير؟ راح ندير الغطاء ونخليها يعني على نار هادئه، خلوها تتجمر مليح مليح وهذوك ليبول يطيبوا، لانه فيهم يعني البصل مازال خضر، الثوم مازال خضر، يعني حوالي 20 دقيقه 25 دقيقه يعني راح تكون كافيه. اذا حبيتوا هذه الوصفه ولا الوصفه تاع الشوفلوغ ولا اي خضر تخلطوه مع صدر الدجاج ديروهم على شكل عجينات، يعني ضروري طيبوا هذاك البصل وهذاك الثوم تاعكم مليح مليح، ومن بعدك ضيفوهم للحشوه، ومن بعد اقلوهم في الزيت حتى يطيب لكم يعني هذوك المكونات كامل، يعني صدر تاع الدجاج شدش بزاف طيب. الان الطيابه تاعي راهي جاهزه وخليت فيها يعني كميه مليحه من المرقه. هذه هي الوصفه ديالنا في طبق التقديم. بطبيعه الحال راني مخليه كميه من المرق، يعني من بعد نزيد نسقي كل واحد في الطبسي ديالو، يعني جات ما شاء الله جات الدوب دوبان. بالنسبه للوصفه الثانيه يعني ركزوا معايا شويه، كما راكم تشوفوا يعني عندي كسكس ودرت فيه فلفل حلو احمر، حطيت صحن ودرت فوقه 5 لترات تاع الماء وخليته يعني يبات حوالي يعني 12 ساعه. شوفوا هنا خديت هذاك الفلفل الاحمر حلو، وتقدروا ديروا كذلك الفلفل الاحمر حار. نحيت له هذوك البودور، نحيت له هذاك الجزء الفوقاني، ودرت فوقه يعني كميه مليحه من الملح. يعني الملح ديروا كميه مليحه وما تخافوش، لانه هذاك الملح من بعد يعني راح يهبط لنا كامل مع الكميه تاع الماء اللي راح نحيوها من هذا الفلفل. يعني هنا لا درنا هذه العمليه، حبينا نجبدوا كامل هذا الماء اللي في الفلفل هكذا باش لما نديروه في المخلل يعني ما راحش يفسد لنا المخلل ديالنا. شوفوا الكميه تاع الماء اللي هبطت لي مع هذيك الكميه تاع الملح اللي درتها، يعني كميه مليحه. دوك هذاك الفلفل واش راح نديروا؟ راح نديروا في الصينيه وراح نشمسوا، راح نخليه يعني من الصباح حتى المساء كامل. اذا كانت يعني الشميسه يعني طالعه مليح يعني راح تكون كافيه باش تزيد تنشف لي كميه الماء اللي بقات لي في هذاك الفلفل. معناتها خلينا هذا الفلفل حلو يبات حوالي 12 ساعه، نحينا له اغلبيه الماء والشويه اللي بقات نزيدوا نشمسوها هكذا باش ننشفوه، لانه يعني راح نديروا به مخلل والعدو واللدود تاع المخللات هو الماء. هنا فقط يعني لقيت لي بلونت تاعي شويه ناشفين، عاود سقيتهم. هاي ليك شوفوا يعني هذاك المكان اللي ننشر فيه حطيت فيه هاد الصينيه. هنا يعني راهي حوالي 9 صباحا، راح نخليه حتى الربعة الى الخمسة نتاع العشيه، ودوك نوري لكم يعني هاد الفلفل يعني شوفوا كيفاش راه. ومن بعد يعني نقعد نراقب فيه، كل ما يعني تتحرك الشميسه راح نزيد نحرك معها هذاك الفلفل ونطلعه من جهه الشمس هكذا باش ينشف لي مليح مليح. وانا ضروري يعني المكونات تاع هاد المخلل يعني يكونوا جدد، مثلا هاد الفلفل الحلو احمر يعني لازم تكونوا شريتوه جديد، ما يكونش يعني فيه جديد
جهة يعني مخسرة، ولا تقولوا نحيوها فقط بالسكين، يعني لازم يكون جديد. شوفوا المشطو كذلك، يعني تقريبا أنا لما شريته في هذاك النهار يعني كانوا كيما نحوه، يعني جديد. شوفوا كيفاش يترتق، يعني يخرج منه الماء، ما فيه يعني ولا يعني حبة كحلة ولا فيها ليطاج. ضروري يعني المكونات أو الخضر كامل تكون طازجة هكذا باش هاد المخلل تاعكم يعني يجيكم مليح وما راحش يتعفن لكم. هنا شوفوا الان كيفاش راح نقطع المشطو تاعي، يعني قطعت تقريبا الحبه على 3 على 4. هنا درت قدر هامي، قدرت فيه الماء ودرت فيه يعني حوالي ملعقه كبيره من الملح. راح نحط هاد اللوبيا المشطو تاعي ونخليها تغلي يعني حوالي 5-7 دقائق. نتوما المهم راح تاخذوا يعني شويه مشطو وجربوها، يعني تاخذوها عبزوها شويه يعني تلقاوها طايبه، لكن مازلت يعني حاكمه روحها في نفس الوقت. دوك نوري لكم هاي ليك، شوفوا هاي اللي كان يعني لما نعبزها هاي اللي كان يعني تتعبز، لكن يعني الحبة تاع المشطو تلقاها يعني ما زالت محافظة على الشكل ديالها. أنا راح نطفي عليها وراح يعني نقطرها في كسكاس هكذا باش ننزلها يعني كامل هذيك الكمية تاع الماء. الآن راح نخليها تبرد مليح مليح، وبعدها كذلك راح ندير لها ثقل، يعني بدون تاع 5 لترات يكون معمر، ولا المهرس تاع النحاس ولا أي حاجة يعني تكون ثقيلة هكذا، يعني باش نخرجوا لها أغلبية الماء. الان راح نخلوها تبرد وراح نشوفوا الفلفل الحلو تاعنا. يعني هنايا صورت لكم في المساء كامل، دوك تشوفوا يعني شوفوا هنا الوضعيه تاع الفلفل بدلتها. يعني هنايا كنت وين نلقى الشميسه يعني نروح نحط فيها هذاك الفلفل. شوفوا الفلفل تاعنا كيفاش يولي، يعني نحينا له كامل الكميه تاع الماء بهذاك الملح، واللي بقات زدنا شمسناه وتحصلنا على هذا النتيجه. بالنسبه لهذه الخطوه، يعني هذا الفلفل ما يقدرش يترحلكم في الاشواغ، يعني ضروري تكون عندكم هذيك المفرمه تاع اللحم اللي ترحوا فيها اللحم. اذا ما كانش عندكم مفرمه اللحم، الفلفل الحلو تاعكم في البدايه كامل راح تنحيوا له البذور بعد ما تنظفوه مليح مليح، ديروه في الاشواغ وتقاشيوه يعني مليح مليح. بعدها راح ديروه في كسرونه بدون اضافه الزيت، يعني الملح راح ديروه في الاخير كامل، وتخلوا هذيك الكميه تاع الماء يعني تبخر لكم بالكامل. لما يعني تبخروا اغلبيه كميه الماء، تفرغوا يعني هذاك الفلفل الحلو تاعكم في صينيه تكون واسعه وتشمسوه كذلك يعني حوالي يوم كامل، راح تحصلوا على نفس النتيجه هذه اللي راكم تشوفوا فيها. وبالنسبه لهذا الفلفل الحلو يعني اللي نخدموه بالملح، يعني تقدروا تخلوه في الكوزينه فقط، يعني لو كان تخلوه عام كامل ما راح يفسد، ما راح يتعفن، ما راح يصرى له والو. راح نخلي لكم رابط الوصفتين، سواء اللي درناها يعني بالتشميس او اللي تقاشيوها وتنشفوها في الطنجره في صندوق الوصف. يعني الوصفتين بزاف مهمين ونتمنى ان شاء الله تشوفوهم هكذا باش تستفادوا. يعني حتى في السوق مازال هذاك الفلفل الحلو الاحمر يتباع، وتقدروا يعني تجربوا هذا الوصفتين. هاي ليك شوفوا الكمية تاع الماء اللي هبطت لي من المشطو، كذلك يعني خليته تقريبا يعني حوالي 6-7 ساعات. كل ما تنزلوا له هذيك الكمية تاع الماء كل ما راح تنجحوا في هاد الوصفة. هاو ليك الفلفل الحلو تاعي بعد ما جوزتو في مفرمة اللحم، يعني اللي ما عندوش هاني قلت لكم الطريقة كيفاش ديرو. هنا عندي حوالي 5-6 فصوص من الثوم مقابل 1 كيلوغرام إلى 1.5 كيلوغرام من اللوبيا الخضراء و 1 كيلوغرام من الفلفل الحلو الأحمر. هنا راح ناخدو أي إناء نفرغو فيه هداك الفلفل الحلو، يعني شوفو هنا نشفتو بالكامل. أنا ما تقدروش تضيفو الماء، لو كان ضيفو الماء يعني وعلاه نحينا هاد الكمية تاع السائل كامل في البداية، شغل راح نرجعو للصفر كيما كنا كامل في بداية الوصفة. هاد الفلفل الحلو راح يبقى معجون كيما راه، وراح نفتحو يعني بالزيت، لأنو الزيت يعني جامي ما راح يفسد لكم المخللات. هنا تبقاو تضيفوا في الزيت وانتم راكم تفتحوا في هذا الفلفل الحلو حتى يتفتح لكم بالكامل. وكيما شفتوا يعني درت شويه ملح، يعني الملح تذوقوا وتشوفوا. لما تلقاو الملح تاعكم يعني متعادل يعني راح تحبسوا، ما راح يكون الملح تاعها قليل، ما راح يكون الملح تاعها بزياده. هاي لك النتيجه اللي تحصلت عليها. الان راح ناخذ هذيك اللوبيا موشتو اللي نحينا لها يعني اغلبيه الكميه نتاع الماء، وراح نخلطوا كامل هاد المكونات مع بعض. بالنسبه للوصفه هذه ونفس الطريقه ديالها، يعني ديروها في سوريا اسمها مكتوس الفاصوليا، لكن يعني اضافه لهاد المكونات يديروا لها كميه من الجوز بعد ما يفرموه فرم خشن. انا يعني درتها على حسب الذوق ديالي، تحبوا تضيفوا لها الجوز لكم الاختيار. الان عندي بلارة كنت عقمتها مسبقا، الغطاء جديد كما راكم تشوفوا هكذا، يعني باش نقدر نحافظ على هاد المكدوس ولهاد المخلل اطول مده ممكنه. هنا فرغت كامل هذيك الكميه تاع اللوبيا،
هاي ليك، وراح نضيف لها يعني كمية من الزيت. هنا من الأحسن يعني ديروا زيت الزيتون ولا خلطوا، يعني زيت الزيتون راح يمدي لكم نتيجة أفضل. لما توصلوا لهاد المرحلة يعني حكموا سكين ولا مغرف ولا، وحاولوا يعني تدخلوها في هاد البلارة هكذا باش تخرجوا كامل هادوك الفقاعات تاع الهواء. يعني لو كان ما تخرجوش هاد الفقاعات تاع الهواء وتقفلوا يعني هاد البلارة تاعكم، هذاك الزيت كامل راح يفيد لكم على برا. خلوها واحد ساعة ولا بدون غطاء ومن بعد قفلوا عليها. بالنسبة يعني الوقت اش تبداو تاكلوا منها حوالي 10 أيام راح تكون جاهزة. بحيث يعني ما تنقص لكم هذيك النكهه القويه تاع الثوم، يمتزجوا كامل هاد المكونات النكهات مع بعض وراح يكون جاهز للاكل. بالنسبه لمده الاحتفاظ يعني تقدروا تحتفظوا به على طول السنه اذا احترمتوا يعني كامل المراحل اللي درناهم. اذا حبيتوا مخلل اللوبيا الخضراء بالماء والملح والخل فقط قولوا لي في التعليقات وراح ندير لكم كذلك الوصفه بكل سرور. هذه نهايه الفيديو، وفي الاخير ما عليا الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.